ايه الرجاله عاملين ايه النهارده؟ هنشوف مع بعض البوكسنج داي. البوكسنج داي هو بوكسنج ويك، اسف، هو زي البلاك فرايداي بالظبط، الا بعد التغيير الاختلافات الصغيره. هنشوف كده دلوقتي مع بعض، لسه نازل من دكتين. شغال من يوم شغال لمده 5 ايام بس. الحلاوه دي ده عندهم نفس السيستم. يا معلم، نزلوا هنا الجتلك جن، الدراجون بيست، انفرنال دراجون، وهنا شوف الاوبزيديان بيست، مش عارف اسمه، دمفور جن، ايه ديزرت ايجل دراجون، والامفور هو ما ايرون بيست ده. احنا هناخد الامفور ده، ناخد نخش كده في اسمه ده، حد يفكرني، الرانكد، ونفشخ ام الناس حرفيا. هنا ال AWM Infernal Dragon، وهنا ال M41 is Obsidian Beast، وهنا ال AN94 Transformer. واو واو، من الاخر يعني تخفيضات نص التمن على طول جاهزة. جيت للجن، انا كان نفسي فيه، بس ده 100% بس اكس بي. التومسون انا معايا 200%، مش هتعرف تهرب بيه. السبراي بتاعه حلو، بس مش هتعرف تهرب بيه. هنا عندك الكريتات النوبل، نايس. واو واو، من الاخر حاجات نظيفة. بس ليه مش حاطين ال M41 ايرون بيست نوبل؟ ايرون نوبل فينهم؟ هنا حاطين ان ديزرت ايجل اوبزيديان نوبل، وهنا ال AWM انفنر دراجون AK47 ايرون، وهنا الكوكالي بيست بردت اوبزيديان بيست، وانا اللي شوف الاوبزيديان البي سي اوبزيدي اكس اوبزيديان، وهنا الاي كي 47 نوبل اوبزيديان. كريسمس دول هم حاطينهم في قائمات. يعني هنا عندك حاجات فظيعة كده. طب هنا في تخفيضات. انا عن نفسي هموت اشتري المفروض والله يا ايرون. احنا حاطين كمان اسلحة الهالوين. واو واو واو، يعني واو، حرفيا حاطين كل حاجة، حتى البنك. جميل. هنا حاطين الالتيميت جولد، هنا حتى برضو كل الشخصيات، يعني جايبين كل الشخصيات تاني مفيش اختلاف. حاطين الشخصيات بس كده، مفيش تاني. هو بصراحة هو نفس الشبه بتاع البلاك فرايدي، بس الايتم ما كانش قاعدة الرينج ولا الموتيشن مود ولا الحاجات التانية. حتى هو حتى اصلا حتى الكاركتر الابسط ما فيها، هو جايب لك الكاركتر اللي في اللعبة اصلا اللي في الجيم، مش جايب لك كاركتر من مش قاعدة في الجيم زي اورشيد سمر والسويت اسمها ايه، السويت الت. كويس كويس. طب هو انا جاي اشتري الايرون بيست والنبي، شيك اوت شيك اوت. ها، ما عنديش فلوس بتكفي احي. والنبي والنبي، ايه ده، ما يكفيش. انت ايه رايك يا سلمى؟ سلمى مين؟ طيب رايب ايه في الويكند؟ لا، احسن بالنسبه لي، احسن من بلاك فرايدي. ليه شايف انه احسن؟ يعني في حاجات كانت نازله في بلاك فرايدي ما لهاش لازمه خالص. بس بصدق ان الاي 94 ترانسفورمر كان ب 55,000 بدل بيبقى 60,000. مش ملاحظ كده انت؟ نزل لك جيت لنجن ب 51. لا الحق، ده انت ده قبل كده مثلا انا كنت بحط اتنين في اي بي كانوا يبقوا هما الاتنين ب 100,000. لا انت حطيتك هما الاتنين هيبقوا ب 150,000 مثلا. يا لا، بلاك فرايدي افضل يا عم. ايه انت مجنون؟ بلاك فرايدي افضل عشان بيديك البونص. بونص. هنا لا، هنا السنة اصلي السنة فاتت كان مختلف. ده كان يا شباب الفيديو، يا ريتك تخش عليه بلايك وسبسكرايب كده، او اشتراك في القناة، فعل خاصية الجرس عشان ده مهم جدا جدا. صفة الديسكورد موجودة تحت في الديسكريبشن لو حبيت تتكلم معايا زي التايزون اللي عمال بيرط معايا دلوقتي.
أشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.